السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في مقر حكوى والناس بمدينة بلاكسبرغ بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق أهدافنا تتعلق بأبحاث معملية وعلمية وسريرية لفعالية الإثبات العلمي المستقل لفعالية العلاج بالماء الساخن، هذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، وكذلك إعداد خطة استراتيجية نعمل بها. نسأل الله تعالى يوفقنا. وهذا المنظر بطبيعة المطر، زخات من المطر، والله سبحانه وتعالى خلق الطبيعة من أجل الإنسان، والطبيعة قد تكون طبيعة الخضرة أو طبيعة الصحراء، رمال الذهبية أو أبيض الثلوج، مهما كانت الطبيعة، فكلما يعاشق الإنسان الطبيعة كلما اكتشف فعلا أن الطبيعة تمتلك الكثير من الأسرار المخفية. ومن بين هذه الأسرار المخفية في الطبيعة تتعلق بشأن عندما توصلنا أن الماء ساخن، المادة، هذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، لكن تحمل أسرار علمية مخفية لم يكشفها التاريخ إطلاقا. وليس مجرد عندما توصلنا في هذه الأبحاث والاكتشاف ومسجلة بملكيات فكرية بأن الماء الساخن المادة الوحيدة الاستثنائية في خلق وتكوين كل إنسان، على وعلى ذلك حين توصلنا أيضا مرتبط بالطبيعة، كيف ذلك؟ الماء الساخن أيضا هو المصدر الوحيد الاستثنائي لكل كائنات حية على الكرة الأرضية، مصدر للطبيعة. وعندما نعود إلى تأكد من كيف صحة هذه المعلومات العلمية التي توصلنا إليها، عندما ننظر إلى المطر، الماء شريان الحياة، الماء الذي نحصل عليه مصدره الماء ساخن، حيث عندما الله سبحانه وتعالى خلق الكون أول مرة ونزلت الأمطار بغزارة وتكونت المحيطات، وهذه المحيطات أصبحت مالحة، وبدون الدورة المائية لا يمكن تكون حياة، الحياة تنعش في الكرة الأرضية إطلاقا. إذن لا يمكن لأي كائن حي يستطيع يعيش فيها على الكرة الأرضية من دون أن تبدأ الدورة المائية، أي المياه في المحيطات وهي مالحة غير صالحة للاستخدام، لا للشرب ولا للطبخ ولا لأي استخدام بشري أو غير بشري لأي كائن حي. لكن بقدرته حين جعل هذه المحيطات ونفع من أشعة الشمس التي تبعد حرارة وتجعل أسطح المحيطات والبحار تتحول إلى مياه، من مياه مجرد بارد وفاتر إلى مياه ساخنة، أي تسخن هذه الأسطح، أسطح المحيطات والبحار، ومن ثم تبدأ تتبخر وتبدأ هناك الدورة المائية. ولذلك عندما تتحول إلى مياه ساخنة
حتى لتبدأ الدورة المائية، وبالمقابل تتبخر الأملاح خلال الدورة المائية، أي تختفي هذه الأملاح في الغلاف الجوي، وتتكون السحاب، ومن ثم تنزل أمطار، والأمطار تنزل مياه صالحة لاستخدام لأي كائن حي على كرة الأرضية، سواء كانت البشر أو الحيوانات أو الطيور أو أي مخلوقات أو حتى الطبيعة والأشجار، النباتات، الزراعة، وكل حتى كل الذي نتغذى منها من النباتات، من الفواكه، كل الذي نحصل عليه من الأطعمة، كلها أساسا من دون الماء الساخن لا يمكن تكون هناك حياة على الكرة الأرضية. هذا كان فقط مختصر علمي لهذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، كما أعلنت قناة NBC خلال لقائنا عام 2012. وفي الذكر الحكيم قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، صدق الله العظيم. أسأل الله تعالى أن ينعم عليكم موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وكل من الذي يتقبل أن فعلا هذه النعمة الربانية نفع له ينضم إلى هذه قافلة الحياة، سفينة الحياة العملاقة اللانهائي، حتى ينعم بهذه بقيمة الصحة الشاملة الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. نرجو من الجميع الإعجاب بهذه الحلقة، مقطع الفيديو، والاشتراك بالقناة إن لم يسبق، ونشر القناة والحلقة على معارفك، وتقديم تجربتك أو حتى ملاحظاتك. مع السلامة.